قبل مجيء الدورة الشهرية بعشرة أيام أو أقل يخرج مني أعزكم الله مع البول قطع صغيرة من دم فقط، من دم فقط، فما حكم صلاتي وهل هذا يعتبر من الدورة الشهرية أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الدم في أيام الدورة فإنه يعتبر حيضا، سواء كان دما خالصا أو كان صهرة أو كدرة فإنه يعتبر حيضا، تدعو من أجله الصلاة والصيام. تقول هذا يكون قبل الدورة بعشرة أيام أو أقل. أما إن كان خارج الدورة، إن كان هذا النازل خارج الدورة فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا. الحمد لله. نعم.